أستاذ الكريم، هذا الأنبوب النفط الموجود فيه وهي المادة الأساسية ملك العراق، ملك شركة سومو. شركة سومو تتعاقد مع أي مشتري للنفط، هي تتعاقد مع سين أو جيم، مع فرنسا، مع أمريكا، هي حرة في ذلك، لا يوجد تدخل للأردن في هذا الشأن. الضمانة يجب أن تطلبها أو يطلبها الشعب العراقي من شركة سومو وليس من الحكومة الأردنية. الحكومة الأردنية لا تتدخل أين يذهب النفط العراقي في حال وصل إلى العقبة. هي ليست مالكة لهذا النفط حتى تبيعه كيفما شاءت وبأي شيء وبسعر شاءت. سومو التي تتعاقد على بيع هذا يعني النفط. الأردن فقط ترانزيت لا أكثر، يعني الأردن فقط هو ممر لا أكثر ولا أقل، ممر وميناء مفتوح قريب من أوروبا فقط، هذا الموضوع. يعني ماكو أكثر من هذا نهائيا؟ لا أبدا نهائيا، بالعكس، يعني أي تعامل مع الكيان الصهيوني حتى بالأردن مرفوض شعبيا. مرفوض شعبيا، يعني هذا الأمر أنه مثلا ممكن شركات مصرية تشتري وتبيعه الآن مصر تشتري نفطها من العراق، كل النفط المستورد لمصر من العراق، لا يضمن أحد إذا كانت تبيعه إلى إسرائيل أو لجهات أخرى، أعتقد أنها لا تبيع.